السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك كان في ناس بتكون واخدة قروض من البنك وبتتعثر في السداد، فبيتحطوا على البلاك ليست، فبيجوا لي أنا كمحامي عشان يطلبوا مني إن أنا أتخذ لهم إجراء بعد التصالح مع البنك، يعني عشان يرفعوا من البلاك ليست. هو إجراء بيعمله أي محامي، فهل يجوز لي إن أنا آخد الإجراء ده؟ لا يعني عفوا، نهاية هذا الإجراء تعاون على البر والتقوى أم تعاون على الإثم والعدوان؟ لا تفعل إذن. السلام عليكم.